السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلشنا في الفيديو الأخير بالـ HRIS Architectures. حكينا أنه الـ Architectures زي ما هم واضحين في هاي السلايد Main Frame أو 1 Tier 2 Tier 3 Tier and N Tier Architectures. وبلشنا بالأولى وحكينا أنه بيميزها أنه كل الـ Software Functionality من الـ User Interface للـ Application Processing للـ Data Storage كلهم بيكونوا موجودين على نفس الـ Tier واللي هي الديناصور او المين فريم. بعدين انتقلنا للتو تير اركيتكتشر وحكينا نقطتين مهمات. النقطه الاولى انه التقسيمه الجديده صارت انه اليوزر انترفيس انتقلت من السيرفر الى الكلاينتس، فصار في عندنا تو تير اركيتكتشر. التير الاولى اللي هي الكلاينتس وعليها اليوزر انترفيس، والسيرفر حل محل المين فريم وضل عليه زي ما كان الابلكيشن بروسيسنج زائد الداتا ستورج. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة إنه ليش انتقلنا إحنا لهاي؟ لسببين، السبب الأول جاي من الكلاينت والسبب الثاني جاي من السيرفر. حكينا إنه بالنسبة للسيرفر ما في داعي لمين فريم غالي جدا، والسيرفر الأقل سعره بكثير بكفي وبزيادة. ثانيا لأنه كمان السبب الثاني جاي من هون، لأنه البي سيز انتشرت وقتها عند الموظفين، فصار في عندهم أجهزة مقارنة مع التيرمينال اللي كانت قبلها، وهذا الإشي خلانا نهتم انه نستغل هاي البي سيز اللي هي صحيح اقل من السيرفرز، لكن لانه عددها كبير على عدد الموظفين فهاي كلها قدره ويست ضايعه، فاحنا ممكن نستفيد منها. فهذول كانوا السببين اللي موجودين في هاي السلايد اللي قدامكم. الان النوع الثالث اللي هو 3 تير اركيتكتشر، وال 3 تير اركيتكتشر تقسيمته سهله جدا. الان اللي صار انه الكلاينتس ضلت زي ما هي في التو تير اركيتكتشر وضل عليها اليوزر انترفيس زي ما هي. الان السيرفر انقسموا لتو تيرز، وطبعا لانه في عندنا تو فانكشناليتيز اللي هما اليوزر انترفيس، عفوا الابلكيشن بروسيسنج والداتا ستورج، فالتقسيم الان سهله جدا. في تير بالوسط للابلكيشن بروسيسنج، والتير الجديده صارت بس للداتا ستورج. يعني الان التقسيم واضحه لانه في عندنا 3 فانكشناليتيز، ثلاث وظائف، وفي عندنا ثلاث طبقات، فكل تير تاخذ واحده من هاي الفانكشناليتي زي ما هو واضح بالرسمه اللي قدامنا. هاي هي ال 3 تير اركتكتشر واللي هي ظهرت بالتسعينات. طبعا السيرفرز بالبدايه كان عندها دورين، الداتا ستورج او زي ما مكتوب قدامكم داتا بيز سيرفرز دي بي ام اس داتا بيز مانجمنت سيستمز والابلكيشن سيرفر. لكن اللي صار في التو تير اللي خلانا ننتقل للثري تير انه لما هدول الثنتين كانوا على طبقه واحده اللي هم الابلكيشن والداتا ستورج، صار يعمل ضغط كبير جدا على الابلكيشن، لانه كثير ناس بيعملوا اكسس على الداتا بيز اللي موجوده على نفس الابلكيشن. هذا الاشي خلانا نفكر انه نفصلهم بالطريقه هاي. حتى ليش هون هاي مهمه؟ ليش ممكن اسالك ليش؟ شو فائده الفصل؟ طيب فصلنا ليش؟ بالعكس احنا بدنا ندفع فلوس زياده كمان، لانه الان بدنا تير جديده للداتا ستورج. ليش او السبب مكتوب عندكم بهاي الجمله اللي انا مضللها: allowed several users to access central database simultaneously. هذا الفصل اللي عملناه هون خلى اكثر من يوزر يوصلوا للداتابيز بنفس الوقت. ليش؟ لانه الان خف الضغط على الداتابيز اللي كانت موجوده على الابلكيشن او مع الابلكيشن على نفس التير، الآن صارت بتير منفصلة لوحدها، وهذا الإشي خلى أكثر من يوزر ممكن يعمل أكسس على الداتابيز في نفس الوقت زي مكتوب عندكم حرفيا هون. لكن فصلهم لا يعني أنه اليوزر بيقدر يروح على الداتابيز مباشرة من غير ما يمر على الابليكيشن. فعليا الابليكيشن هو اللي بيوصلك للداتابيز، يعني أنت ما بتقدر توصل للداتابيز من غير ما تدخل على الابليكيشن نفسه. يعني تخيل أنت تروح ايام تسجيل مثلا، او بغض النظر مش ايام تسجيل، تروح تدخل على بوابتك وبدك تاخذ شيء من الداتابيز، جدولك مخزن على الداتابيز، بدك تعرف شو المواد اللي انت مسجل فيها. بتقدر انت تعمل هيك من غير ما تدخل على التسجيل؟ لا، انت بدك تدخل على البوابه تاعتك وتكون دخلت على نظام تسجيل. فالابلكيشن هو اللي بيوصلك فعليا للداتابيز، لكن هذا لا يمنع انه الان صار الفصل افضل، وصار هذا الشيء يسمح لاكثر من موظف انهم يوصلوا للداتابيز في نفس الوقت. الان بس هو مش الابلكيشن كامل، هو جزء من الابلكيشن تحديدا بنسميه الميدل وير. هذا الميدل وير هو سوفت وير، هو سوفت وير، سوفت وير يعني ابلكيشن، يعني موجود على الابلكيشن سيرفر. طيب شو وظيفته؟ هو وظيفته
which managed data and transaction before they were saved to database. يعني هو بيعمل management إدارة للترانزاكشن اللي بيعملوها اليوزرز قبل ما تخزن على الداتابيز. يعني بلغة أبسط هو وسيط بين اليوزرز وبين الداتابيز، أو هو اللي بوصل اليوزرز للداتابيز. هي مكتوبة حرفيا إنه بيعمل management يعني إدارة للترانزاكشنز للعمليات والحركات قبل ما تتخزن على الداتابيز. مين اللي بيخزنها؟ اليوزرز. وين بتتخزن؟ على الداتابيز. مين اللي بيعمل إدارة؟ بالوسط الميدل وير، اللي هو جزء من الابليكيشن، جزء من الابليكيشن. فهاي هي وظيفة الميدل وير، واللي بتثبت انه زي ما كنت احكي لكم اليوزرز صعب يوصلوا للداتابيز من غير ما يدخلوا على الابليكيشن نفسه، لكن عن طريق الميدل وير. وهاي هي 3 tier architectures، واضحة جدا. الآن في هاي سلايد مهمة كثير، وبتحكي لك عن سيئات بيشتركوا فيها 2 and 3 tier architecture. كمان مرة، سيئات هما ثنتين، سيئتين drawbacks يعني سيئات أو معوقات بيشتركوا فيها 2 وال 3. يعني لو سألتك شو مشاكل 2 أو شو مشاكل 3 tier architectures، هما نفس المشاكل. أولا بحكي لك إنه large amount of information has to move from client computer across the network to the server to execute database transactions. يعني إنه الآن الـ 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 الحركة صارت من الـ clients للـ servers، سواء للـ application أو للـ database، عن طريق network، شبكة. يعني الموظفين هذول كيف يوصلوا للـ application server؟ إحنا هون رسمين، يعني مرسوم هون أسهم، بس هو فعليا على أرض الواقع شو اللي بربط بين الـ clients وبين السيرفر، سواء بال 3 tier او بال 2 tier؟ شو اللي بربط بين كلاينتس وبين السيرفر؟ اللي بربط نتورك. هي هون مكتوبه حرفيا نتورك. طيب بما انه نتورك، لو كان عدد الموظفين كبير وبحاولوا يوصلوا بنفس الوقت للسيرفر زي ما بصير بايام تسجيل، عدد الطلاب كبير وبيسجلوا طبعا بنفس الوقت، بيسجلوا بنفس الاسبوع كلياتهم، فهون بصير ضغط كبير على الشبكه، وهون بصير في استخدام أكبر للشبكة من سعتها. لو كان الاستخدام أكبر من سعة الشبكة، هون بيصير في بطء وبيصير في مشاكل. This needs significant bandwidth usage، يعني هذا بيحتاج bandwidth، يعني استخدام عالي جدا وضغط كبير على الشبكة، وهذا ممكن يعمل بطء. طيب يجي واحد يحكي لي، طيب اشمعنى 2 و 3؟ طب ما هو الأول كمان اللي هو المين فريم أركيتكتشر، هاي رسمته المين فريم اركتكتشر، كيف كانوا يوصلوا لهذا؟ مش عن طريق نتورك؟ بحكي لكم لا، مش عن طريق نتورك. الجواب انه المين فريم كان فيه، ولما شرحتها اذا متذكرين حكيت جمله انه كل موظف او كل تيرمينال عليها موظف في عندها خط مباشر على المين فريم، ومش شبكه، مش نتورك ابدا. يعني الآن أنت لما بتسجل سواء من جوا الجامعة ولا من برا الجامعة، ما في عندك خط مباشر سلك طالع من عندك باتجاه الابليكيشن سيرفر الموجود في مركز الحاسوب في الجامعة، وإنما أنت بتستخدم نتورك. هاي نتورك لما ما بيكون في ضغط بتكون ممتازة، بس لما بيكون في ضغط، يعني لما بيكون في يعني زي شارع في مسربين، مدام ما في أزمة ما حد بيلاحظ إنه والله في عليه مشكلة، بس وقت الذروة بيصير الناس بيشوفوا انه والله الاستخدام اكبر من المتوفر، وهذا حرفيا اللي بيصير بالشبكات. لما بيكون الاستخدام او الطلب اكبر من القدره، الكباسيتي، قدره الشبكه، وساعتها بيصير في بطء كبير، وهذا الشيء اللي بيصير في ال2 وفي ال3، لكن ما بيصير في ال1 tier، لانه هناك في خط مباشر من كل كلاينت من كل تيرمينال لعند المين فريم مباشره، فما بهك الهم شبكه ابدا ابدا. طيب هاي المشكلة الأولى، هاي المشكلة الأولى اللي حكيناها. الآن المشكلة الثانية إنه اليوزر انترفيس، خليني أرجع كمان مرة للون تير اللي ما فيها هاي المشكلة. إحنا زي ما حكينا المشاكل اللي نحكي عنهم هم بيشتركوا فيها 2 وال 3، يعني ما كانوا موجودين أيام الون تير أركيتكتشر. طيب أسألكم سؤال، اليوزر انترفيس وين موجودة في المين فريم؟ أستناكم شوي زي دورة قبل ما تجاوبوا. اليوزر انترفيس موجودة على الون تير اركيتكتشر، على المين فريم. طب كم مين فريم جهاز عندنا؟ جهاز واحد. اذا كم مرة انا بدي انزل اليوزر انترفيس؟ مرة واحدة، لانها اصلا موجودة على المين فريم، واصلا ما في الا مين فريم واحد. طيب هون كلاينتس، خلينا نفرض انه في مؤسسة معينة في عندي 500 موظف،
إذا كم كلاينت هون في عندي؟ 500، لأنه في عندي 500 موظف. طيب لما أجي أنزل يوزر انترفيس، وين بتنزل؟ على السيرفر ولا على كلاينتس؟ على الكلاينتس. إيش يعني؟ يعني بدي أنزلها 500 مرة. طب لو كانوا موظفين 1000، بدك تنزلها 1000 مرة. لو كانوا أكثر نفس الشيء. طبعا ال 3 tier architecture نفس الشيء تماما، ما هي كمان اليوزر انترفيس كمان موجودة على الكلاينتس. يعني كمان لو في 1000 موظف او 2000، بدي اضطر انزل اليوزر انترفيس لكل موظف لحال. هذا الشيء مكتوب حرفيا عندكم هون: The user interface need to be installed on every client PC، يعني على كل جهاز. هذول مشاكل ال 2 وال 3. طبعا هون في سوليوشن، هو في سوليوشن، بس هذا السوليوشن بدخلنا باركتكتشر جديده. السوليوشن ادينج ثين كلاينت اكسس اونلاين. السوليوشن باختصار هو البوابه. هلا انت لما تيجي تسجل من بيتك تعمل تسجيل مواد، ما بينزلوا عندك يوزر انترفيس زي ما مكتوب بهاي النقطه. مكتوب انه كل يوزر لازم يروح يجيب يوزر انترفيس على سي دي مثلا، ويروح عنده على البيت ينزلها قبل ما بده يوصل للسيستم. بس انتوا لما بدك تسجلوا ما بتعملوا زي هيك، انت بتدخل اونلاين على طول. تمام، هو الاونلاين هو هذا الحل. الويب براوزر واللي عليه بوابه، والبوابه بتعمل اوثنتيكيشن، تدخل انت على بوابتك تدخل يوزر نيم وباسورد. هذا الحل لمشكله انه اليوزر انترفيس لازم يتنزل على كل بي سي. بس لما تحكي انت اونلاين، هذا الاشي يعني هو صحيح حل، بس مش حل لل 2 وال 3. لانه لما بتطلب، لما تحكي اونلاين، انت هون ما في عندك ويب سيرفر يوصلك اونلاين. صحيح هو الحل انه يكون في ويب سيرفر ونوصل اونلاين، بس هذا الاشي بدخلنا باركتكتشر جديده فيها ويب سيرفر. فهو صحيح حل، لكن وحل لهي المشكله، لكن هذا لا يعني انه 2 3 تير اركتكتشر بطل في عندهم هاي المشكله. هذا الحل دخلنا اصلا في اركتكتشر جديده اسمها ان تير اركتكتشر. والان تير اركتكتشر فيها كلاينتس، هو رسم لك اياهم باشكال مختلفه، لكن هم ما زالوا كلاينتس. والداتا بي والداتا ستورج لسه على طبقه زي ما هي، والابلكيشن سيرفر لسه على طبقه زي ما هي. الاشي الوحيد الجديد هو الويب سيرفر بس، فقط لا غير. الاشي الوحيد الجديد هو الويب سيرفر، وهذا الويب سيرفر ما له علاقه مباشره بشغل الاتش ار اس ولا الهيومن ريسورسز ولا الموارد البشريه ابدا. هو بس شغلته الوحيده انه يوصل الكلاينتس اللي هم في حالتنا هاي موظفين من اي مكان في العالم للابلكيشن، بس ما له علاقه مباشره بالموارد البشريه نفسها زي الابلكيشن. الابلكيشن هذا هو اي ابلكيشن، الاتش ار اس والداتابيز، اي داتابيز، هاي قواعد البيانات اللي فيها معلومات الموظفين ومعلومات المؤسسه. وهدول الكلاينتس مين هم؟ الموظفين. يعني شوف كله اتش ار اس، لكن ويب سيرفر ما له علاقه مباشره بالاتش ار اس فعليا. هو وظيفته يوصل الموظفين اللي موجودين على كلاينتس للابلكيشن، بس هاي وظيفته الوحيده. زي ما انتو بايام التسجيل، التسجيل موجود على سيرفر معين، هو ابلكيشن موجود على سيرفر معين، وانتو موجودين برا على لابتوب ولا على تليفونك ولا على ديسكتوب ولا وات ايفر. فالويب سيرفر اللي موجود في مركز الحاسوب وظيفته بس انه يوصلك انت من بيتك او من اي مكان بالعالم لسيستم التسجيل. وسيستم التسجيل بيحتاج طبعا داتابيز عشان يعرف انت مين وشو مسجل اصلا وشو اسماء المواد وزي هيك. فهاي الانتير اركيتكتشر نقرا فيها شوي هون. الانتير اركتكتشر اكسباندبل، اكسباندبل. طبعا في سؤال انه ليش ان، ليش ان ان؟ طبعا لانه يعني ليش ما سميناها 4 مثلا؟ لانه احنا وصلنا لعند 4، ليش ما حكينا 4 تير اركتكتشر؟ هذا السؤال بنجاوبه ان شاء الله في الفيديو اللاحق. يعطيكم العافيه.